عودة مشاهدينا، ومثل ما وعدناكم قبل الفاصل حينضم لنا ضيفنا، ودائما احنا مواضيع الاعتناء بالبشرة، الاعتناء بالشعر، الجمال بشكل عام، اليوم هي محط اهتمام النساء والرجال. دكتور شادي جابر اللي كان موجود معنا بالاسبوع الماضي وفتحنا موضوع ونهينا واستطرقنا لموضوع يخص تساقط الشعر، فحب اليوم انه يكون هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم وضمننا للاستوديو. يسعد صباحك دكتور شادي. يسعد صباحك. صباح الخير دكتور، نورتنا. شكرا لكم دكتور. حضرتك اخصائي جراحه تجميليه. تماما. بالحلقه السابقه حكينا عن موضوع الشفط ووضحت لنا اياه، واخر شيء مرينا مثل ما نقول مرور الكرام على موضوع زرع الشعر وبشكل تجميلي والناس اللي تحتاج، وقلنا انه حناخذه بحلقه قادمه. فاليوم تشرح لنا شنو هو زرع الشعر، ومنو اللي يحتاج زرع الشعر، وكيفية زرع الشعر، وهاي التفاصيل اللي الناس يمكن تسمع بيها وتريد تخوض التجربة بس عندها حالة تردد، أو خلينا نقول بين طبيب لطبيب ماذا يعرفون بالضبط وين يستقرون. ولو بالبداية احنا لازم نعرف مفهوم تساقط الشعر دكتور، يعني خلينا نعرف شلون نعرف انه سقط شعرنا لو ما سقط، وبعدين نوصل لمرحلة الزرع. من خلال من اللي يحتاج. تماما. هلا احنا بشكل عام نحكي عن موضوع عدد الأشعار بالجسم تختلف بين الذكر والأنثى، بتختلف حتى بأفراد العائلة الواحدة بين الذكور نفسهم. قصدك شعر الرأس فقط. شعر الرأس على سبيل المثال، حتى شعر الجسم. نحن وسطيا معدل الأشعار بالرأس حوالي 100,000 شعرة وسطيا عند الإنسان البالغ. مع تقدم العمر بعد سن 18 بيصير في تغيرات هرمونية ممكن تكون مايلة باتجاه الذكور أكثر، بس ممكن تتواجد عند الإناث أيضا. بالنسبة للذكور بسبب هرمون الأندروجين يلي عند الذكري يلي بيعطي صفات الذكرية، فبيصير في عنا بمنطقة مقدمة الرأس إلى المنطقة الخلفية تساقط بالأشعار تدريجي، يعني مو بين يوم وليلة المريض بيتساقط فجأة أشعاره، لا، ممكن يقول لك المريض أنا العمر 30 سنة شعري كتير قوي وشعري كثيف كان وفجأة الناس صارت تلاحظ أني أنا فقدت كتير الأشعار. هذا الموضوع من له حصة أندروجينية يلي بتبدأ بالمنطقة النياشين يلي بنحكي عنها على أطراف مقدمة الرأس، وبعدين بيضل التراجع للخلف. ممكن حسب بشكل عائلي بتلاقي في صلعة مميزة بعائلة معينة ممكن أشخاص ينصابوا فيها أشخاص ما ينصابوا. هذه سبب هرمون الأندروجين الذكري هو مفعوله على البصيلات الأشعار يلي موجودة بمقدمة الرأس، بيكون مفعول تساقط، يعني بيكون في شيء اسمه ألفا ريدوكتاز، مستقبلات ألفا ريدوكتاز 1، بيكون مفعول المستقبل يعني مستقلبات الهرمون بحيث تدمر هي الشعره وتؤدي لتساقطها. بالمقابل عفوا دكتور احنا بدنا نحكي بس يعني الرجال، الرجال او حتى النساء نفس المبدا وقت اللي بنحكي عن حاصه يعني اندروجينيه. علاقه بالوراثه لو هذا يعني العلاقه عائليه اكثر ما نقول وراثيه. وراثيه لازم تظهر، عائليه لا، بنشوفها بالعائله. ممكن اشخاص يعني يكون عندهم ميل للظهور مثل اخوالهم او اعمامهم او والدتهم او والدهم، يعني ما انه اجباري لازم تصير هي الإصابة. يعني مثلا بيكون عندنا مريضة بتلاقي بالعائلة عندهم موضوع انه الصبايا عندهم خفة بالشعر، يعني بعد فترة البلوغ بتلاقي بلشت تعاني من تساقط شعر. الحمد لله احنا عندنا الحمد لله انتم مختارينهم ومزيعين غير شكل بالمحطة. أسألك في شيء نسينا نوح عليه، اللي شاهدنا الآن المشاهدين الكرام اللي يحب يتصل عنده مشكلة بالشعر، أرقامنا راح تظهر أسفل الشاشة الآن بانتظار اتصالاتكم، والدكتور أكيد يجيب على كل الأسئلة اللي أنتم تريدوها. الأرقام الآن راح تظهر أسفل الشاشة. فنحن بس حابين نذكر هالفكرة، ليش نحن بنزرع الشعر من المنطقة الخلفية؟ لأن هذا الشيء بدنا بالشرح عن زرع الشعر. المستقبلات اللي موجودة ببصيلات الأشعار بالمنطقة الخلفية ألفا ريدوكتاز 2 مفعول الهرمونات الأندروجينية عليها مفعول منمي، بالعكس المنطقة لما ننقل الشعر من مؤخرة الرأس للمقدمة بعمليات زرع الشعر بيكون ما عاد بتتساقط، بتروح يعني بشكل دائم. بسط لنا اياها دكتور، يعني الشخص اللي يريد يزرع شعر لنفسه لازم اساسا عنده شعر بالمنطقه الخلفيه تماما، انتم تاخذون من الشعر المنطقه الخلفيه لحتى نزرعه بالمقدمه، واذا ما عنده اذا ما عنده هلا بنحكي عن طرق ثانيه بموضوع الزراعه. ممكن الاستعاده ناخذ يعني ناخذ شعر الجسم، ناخذ شعر الجسم يتبرع لعبد الله تماما. هلا في عندنا هلا كمان تقنيات الستيم سيلز والبابيلا سيل، هدول عباره اذا شفتوا روني لاعب كره القدم هو استعمل
احد هي التقنيات موضوع اكثار من خلايا البابيلا ب بمخابر مخابر متخصصه اساسا ضمن طور الدراسه اللي هي مسؤوله عن انبات الشعر يعني. فكيف الاستنساخ عمليات الاستنساخ اللي كانت ايام زمان اللي سمعنا عنها هي الخروف دولي وهدول الموضوع نعم. فنفس المبدا موضوع استنساخ موضوع بنوك متخصصه يعني مخابر متخصصه لا زالت بتطور التجربه نشوف نتائجها وتكاليفها جدا عاليه ولساتها ضمن الريسيرش ما ثبتت بس من الطرق البديله اذا ما عندنا بصراحه منطقه كثيفه بمؤخره الراس تقدر نزرع فيها للمقدمه انه ناخذ من شعر الجسم اذا موجود شعر بالجسم اذا مو موجود لازم نكون صريحين مع المريض نقول له ما في عندنا دكتور اكو عوامل شعر الجسم اكو عوامل تزيد من تساقط الشعر يعني مثلا الشباب هسه والبنات اللي يشاهدونه اللي يستخدمون السشوار والجيل والواكس وهاي الامور تماماً. هاي الامور تزيد هلا انا عوامل تماما حلو هذا السؤال انا بدنا نسال دائما عليه او حتى بيجوا المرضى حتى بيقولوا لنا انه دكتور ليش بتحط جيل على شعرك بحط جيل عادي ما في مشكله الجيل ولا السشوار ولا هي بس بتظهر لك التساقط هي ما بتساوي لك تساقط الشعر لما بدها تتساقط نحكي اول شيء دوره حياه الشعره عندنا عده ادوار اطوار لحياه الشعره عندنا شيء اسمه طور التنامي وعندنا انجين وعندنا الكتاجين وعندنا شيء اسمه تيلوجين الانجين هو طور النمو الشعره هذا بيستغرق حوالي 6 ل 8 سنوات تقريبا عندنا 80% من اشعار الراس هي بطور التنامي عندنا تقريبا 10 ل 15% بطور الكتاجين هذا دور التهاوي من له بالموضوع الأشعار يعني أنت الشعرة اللي عم تشوفيها هي التيلوجين يلي هي طور التساقط لمدته أسبوعين ثلاثة متى ما تساقط الشعرة بيرجع بيطلع البصيلة طيب نفسها بتنبت من جديد يعني ببساطة عادة المشاهد الشعر اللي عم تشوفيه بالتساقط هو جزء بسيط من شعر الجسم يعني هذا الشعر بتشوفيه ان كان من جسمك ولا من شعر الراس يعني بمرحلة التساقط قد باليوم يفترض هلا الطبيعي من تساقط شعره اثناء ما يمشي وسطيا 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 بكامل اشعار الجسم ممكن نشوف تقريبا حوالي 100 شعره يوميا من الجسم من كامل الجسم يعني من شعر الراس ولا شعر الابط ولا شعر الجسم هذا كامل الجسم 100 شعره وسطيا كيف طريقه عد البصيله كيف عد الاشعار اللي تساقطت صعب شوي ما نوع عملي لانه ممكن بدك تجمعيهم على المخده وتجمعيهم على الفراش وتجمعيهم اللي بالفرشايه يعني شوي صعب انه نقدر نحصرهم بس الشخص يعرف انه هسه تماما هو كيف نحن بنقول انه بنقول للمريض شيء مو طبيعي اللي بتلاحظه ظهور فراغات بالشعر الشعر عم يطلع خصلة كاملة فدائما لما نحن بتروح بيفرغ مكان بيرجع بيتجدد من جديد يعني دائما بصيلات الأشعار موجودة هلا تقريبا هلا وقت يطلع الشعر لحتى ينبت من جديد يعني يحتاج حوالي أسبوعين ثلاثة دكتور الآن عندنا اتصال هاتفي أبو عمار من الأنبار صباح الخير أبو عمار وعليكم السلام الدكتور يسمع مشكلتك يقول له شنو مشكلتك بالشعر نعم وكان عملية خبار اتضغطت عملية تمام اشهر عن داخل المستشفى في عملية اعتبار كمان وعملية بعد عملية كارثية ولكن تزالت يعني شو يعني تزالت يعني حفرة يعني حالة كان من الخلق يعني حفرة تماما حاجة يعني رابع اهلا حبيبي سلامة ابنك اول شيء اذا بيكون عم يسمعنا هلا هو عنده عملية ترقيع صاير عنده خراج مثل ما فهمت فروة الرأس فصاير ترقيع بعد انه شفاء الخراج صار عملية ترقيع للجلد بياخذوا جلد طعم بنقول طعم جلدي غالبا ورقعوا له في المنطقة صاير عنده بتوقع منطقة مثل خسفة منظرة غير خسفة بتكون ما بتكون بمستوى ارتفاع الجلد فهي ممكن نحن نحقن شحم بالبداية نحسن من طبيعة الجلد بهي المنطقة وممكن انه هي المنطقة اللي صاير فيها فراغ نزرع له فيها بصيلات أشعار مشان
اشرح للمرضى كيف بلشت فكرة زرع الأشعار. من عام تقريبا 1890 باليابان بلشوا أول شيء كل شيء جديد باليابان. 1890 من 1890 بلشوا محاولات للندبات يلي بتكون بالمناطق اللي فيها أشعار إنه ياخذوا بصيلات أشعار وينقلوا بصيلات أشعار لهي المنطقة لزرع طعوم الأشعار. أول شيء بلشت هيك من عام 1950 بلشت لأسباب تجميلية بأمريكا. دكتور تحب نطلع الصور الآن؟ إيه والله إيه. هذه هي نحن بنحكي عن موضوع نقطة هذا زرع الشعر الـ FUE اللي بنسمع فيه. إذا ممكن نرجع على الصور. نرجع على الصور القبل بالقبل. بالبداية بلش زرع الشعر إنه يأخذوا شريط من قبلها إذا ممكن. قبلها بعد. ممكن يأخذوا شريط من المنطقة الخلفية من الرأس. طور هذا الحكي من حوالي 20 سنة صاروا ما عاد في داعي ياخذوا شريط كامل لأن هذا الشريط اللي بياخذوه من المنطقة الخلفية ممكن يكون له اختلاطات جراحية التهاب الجرح أو مشاكل قطع أعصاب سطحية آلام سوء التئام بالجرح فصارت طريقة جديدة اللي أكيد بنسمع فيها اسمها الـ FUE بدون جراحة. ولا أقطع كلامك يعني هو شنو الفرق بين الطرق الزراعة القديمة والحديثة؟ هذا هو اللي بدنا نحكي. أيام زمان كانوا يأخذوا شريط من المنطقة المانحة يعني من إلا الدونر إيريا بالمنطقة الخلفية بالرأس كانوا يأخذوا شريط تقريبا طوله ل 30 سنتي أحيانا طويل يعني تماما عندك من 15 إلى 30 تقصد هذه الصورة دكتور تمام هي الطريقة الحديثة الـ FUE اسمها Follicle Unit Extraction استخراج بالبويصلات باليونيت كل يونيت ممكن يكون فيها من شعرة من جريب شعرة ل 4 جريبات أشعار فمثل ما شايفين المنطقة الخلفية هي المنطقة المانحة هي المنطقة اللي ما بتتساقط هي المنطقة اللي إذا نقلناها وزرعناها بأي مكان بالرأس أو حتى باللحية أحيانا أو بأي مكان ممكن أنه تستمر كل العمر بدون أي تساقط حتى بنشوف في ناس كبار بالعمر عمره 60 سنة منطقة الخلفية ما بيصير فيها صلاح فهي هي الشتلات مثل ما بنقول أو الزرعات يلي بننقلها بننقلها بكامل الشعر مو شعرة لوحدة الشعرة مع البصيلة مع النسيج الجلدي يلي هو مسؤول عن كأنه ده تنقل زرعة بكامل تماما بكامل مكوناتها تنتقل لحتى تطلع بمكان تاني حلو. مثل مشايفين هي يعني زرعة بشكل تكبير وبشكل ترسيمي بفرجيكي كيف البويصلة هي بالجزء الأسفل الشعرة لما ننقلها بعد حوالي 15 يوم أو 21 يوم بيرجع بيتساقط الشعرة وبترجع هي الشعرة اللي انتقلت البصيلة اللي صار تحت الجلد بترجع بتنبت من جديد وبترجع بتعطي خلال 3 شهور طيب دكتور خليني أسألك جديد. يعني من واقع حالنا احنا نمر بها يقال انا سامع على اساس يعني الشعره من تتساقط من تفحصها تشوفها اذا بيها من تحت نقطه بيضة زايد على اللزوم معناتها اكو مشكله بفروه الراس صح الكلام لا ما في هذا الكلام يعني عاده احنا في شيء اسمه فوليوسكوبي هو عباره عن كاميرا بتفرجينا بصيلات الاشعار وبنفحص فيها بصيلات الاشعار بالمظهر العياني ما انا قادره تميزي يعني دكتور حكيت لنا على الطريقه الجديده الطريقه القديمه شلون كانت كان هي لا الطريقه القديمه كانت استئصال شريحه شريحه وتحت المجهر بنقوم بتقطيع الشريحه لاجزاء تحت المجهر وبيكون في عندنا شفرات وقواطع مجهريه وبنرجع هلا شو كانت ميزة الطريقه القديمه بصراحه الطريقه القديمه كانت تعطينا بصيلات الاشعار بشكل سليم افضل ماشي ما كان بده خبره كثير كبيره بموضوع تقطيع الشريحه يعني انه لما الطبيب الجراح بياخذ الشريحه في كادر بيكون بيقطع الشريحة وبنرجع بنزرعها هلأ الطريقة الجديدة لا صارت ما عاد في داعي لجرح عبارة عن ثقوب تشفى خلال 7 أيام هي اللي موجودة وحضرتك تستخدمها تماما يعني مو بس أنا كل الطب الحديث صار يستخدمها بس ميزة الطريقة القديمة كانت تعطينا بصيلات أكثر بالجلسة الواحدة يعني كنا نوصل نحن ل 3500-4000 بصيلة بالجلسة الواحدة والآن نحن قادرين باليوم الواحد إذا ما نشتغل بشكل أنيق ما نأذي بصيلات الأشعار المجاورة قادرين نوصل ل 2000 نقطة دكتور يمكن حسيتك سؤال هو يمكن أهم سؤال اللي هو السعر هاي عرفت طبعا السعر ولا على حسب المكان او حسب كميه الزرع هلا بقول لك تمام هلا نحن عاده بنحكي بالنقطه اكثر ما موضوع الشعره يعني النقطه اللي هي شنو النقطه اللي هي اللي شفنا شكل المكبة خصنا تماما هذه النقطه كلها ممكن يكون فيها 4 بصيلات اشعار وانت اصلا ماخذيها من عندنا هم تأخذ عليها فلوس بس عملية يعني مو من عندكم عملية من عندنا ما أخذيها اقتلاع ثم شو رأيك والشحم كمان اللي دكتور تزرع يعني
هلا لا الموضوع ببساطته يعني للمريض بالنسبة له كشكل عملية إنه ما فيه جراحة، المريض ما بينام بالمستشفى، المريض بالبنج الموضعي مشتغل العملية. بس هي عملية بتاخد حوالي 12 ساعة. 12 ساعة. إيه يعني إيه شو رأيك شو رأيك هلا مثلاً نجيبك على. 12 ساعة يعني واحد يفوت الصبح يطلع بالليل. تماماً. فشو رأيك هلا نجيبك على الاستوديو تصور 12 ساعة عرفت شلون نقول لك يلا أنت. طب دكتور ما يصير إنه على مراحل؟ فينا نشتغل على مراحل، هو اقل مرحله نحن 10 ساعات 12 ساعه نشتغل فيها. ليش يعني الواحد على راحته اذا انت بدك تقتلع وتزرع يعني هو جلسات. موضوع التكلفه الماديه هي نحن سؤال كثير مهم. نحن للاسف يعني التكاليف الماديه عندنا ببلادنا ما لنا مجزيه مثل ما انا موجوده باوروبا يعني العمليه باوروبا 4 أضعاف أو 5 أضعاف التكلفه هون ببلادنا. هذا الشيء يلي بياثر على النتائج يعني طيب. دائما لوقت اللي بنشتغل بشروط حرفيه اكثر بناخذ نتائج افضل. عمليه الزرع عمليه شاقه بدها 3 أشخاص يشتغلوا فيها بتاخذ حوالي 10 إلى 12 ساعة. احيانا بنضطر على جلستين بتكون مساحه الصلع واسعه، بنضطر على يومين نحن نقدر نغطي مساحه مرضيه للمريض. طبعا والدكتور دكتور السعر لازم تقول لي اياه ما راح اعوفك. المريض يعني يكون منبنج دكتور؟ لا بنج موضعي يعني ما بيكون يعني نايم قاعد عادي. عادي. قاعد عادي يعني جوع 12 ساعة ياكل منغديه عادي؟ كمان للمريض يعني جاي مع وجبة غداء انكلودد كلها انكلودد مشان منشان عبد الله. لا احنا يهمنا صح دكتور الاسعار السعر يعني السعر له علاقة بالحالة بس وسطيا نحن بنقول تقريبا دولار على النقطة هيك المعترف فيه دولار على بس الشعر على النقطة النقطة نقطة ممكن يكون انت نحن وقت نزرع 2000 نقطة يكون عندنا حوالي 6000 ل 8000 شعره. بس الشيء اللي كثير مهم نحن للاسف يعني انا بحب نبه المرضى كثير وكثير الناس عم تسمعني وبتعرف هذا الشيء وجربت وتورطت بهالموضوع، موضوع الدول المجاوره عم يكون في منافسه بالاسعار غير شريفه. شو معنى غير شريفه؟ انا ما بيهمني اخذ من المريض بس 2000 نقطه، انا بيهمني ال 2000 نقطه اللي اخذهم اترك وراهم 10000 نقطه سليمات. للاسف عم بيروحوا بمراكز يخرب الورق تماما عم يصير تقطيع لبويصلات الاشعار لما ندخل بهذا الجهاز مثل تقريبا مثقب صغير وناخذ بويصلات اشعار عم يرجعوا يخربوا بويصلات الاشعار المجاوره. فانا بيهمني يكون سليم وامين على البويصلات المجاوره، مو اني المهم للمريض اخذ واقنعه بنتيجه اولى وخليه يصير عنده صرع بالمرحله الثانيه. زين دكتور ما بعد الزرع النتائج شلون تكون؟ كلها ناجحه ولا اكو ناس ما تنجح عندهم ولا حسب تماما لهيك هلا صار في شيء اسمه عندنا تحضير المرضى قبل زراعه الشعر. بنساوي شيء اسمه جلسات بي ار بي بلاتلت ريتش بلازما، اكيد عم تسمعوا فيها. هي البلازما يلي بيكون فيها صفيحات دمويه تماما دموية. فهي صفيحات الدمويه لما نحط لها شيء اسمه اكتيفيتر عامل مفاعل بتتكسر بتنشر مجموعه مواد شيء اسمه هرمون جروث فاكتور انترلوكينات، هدول بيغذوا فروه الراس وبيغذوا بويصلات الاشعار. فالمنطقه لما نرجع نزرع فيها منطقه مقدمه الراس بيكون عندها منطقه جاهزه بكل معنى الكلمه، ان كان بالترويه الدمويه تبعها او المواد المغذيه تبعها يلي بتزيد نسبه نتائج نتائج الزرع. يعني احنا وقت المزرع 2000 نقطه ممكن يصير عندنا ضياع ب 100 200 نقطه، هذا شيء منطقي. اما مثلا وقت يصير الضياع مثلا نص الطعوم فمعناته في مشكله. طيب دكتور يعني ورا ايش قد من الوقت يبدا يشوف نتائج يبدا يطلع على شعر؟ تماما بعد 3 شهور تقريبا وسطيا. بعد 3 شهور ببلش يعني. ببلش لك نحن اذا بنزرع بصله بدها شهر لحتى تطلع فتخيل يعني تماما فتخيل الموضوع اعقد من هيك. هو جسم الانسان المرضى دائما لازم ما يكونوا مستعجلين، نشرح للمريض كثير في واجبات على المريض، طبيب له دور العمليه قبل العمليه تحضير بعد العمليه الارشادات، بس المريض كثير له دور بصراحه انه موضوع النتائج يحافظ على هذا الشعر يكون حساس وهش خلال اول اسبوع اسبوعين من الزرع بتكون المنطقه كثير يعني حساسه. دكتور اكو ناس يعني جو رجعوا بالعمليه اشتكوا قالوا ما نجحت العمليه ما طلع لنا شعار. ممكن مثلا في مريض عندي راح لعب كره قدم بعد 5 أيام يعني كيف بدها تتقى بصيلات الاشعار؟ طلع لازم شنو يعني لازم عم يلعب كره قدم براسه يعني ممكن عم ينطح الطابق او فمثلا اجى عم يشتكي فالمنطقه اللي بالخلفيه بصيلات الاشعار مثل ما هي منطقه الراس العميل عم لازم 3 أشهر يعني تماما. احنا حتى بنقول له المريض الرياضه ترجع تقريبا بعد حوالي
شهر مو ترجع لنا على الرياضه بعد حوالي 3-4 ايام. للاسف يعني دائما المريض لازم يكون مثقف ونشرح كثير، يعني صرنا دائما ناخذ حذرنا، يعني ما بيخطر على بالك انه واحد توصيه انه ما تروح تلعب كره قدم، يعني يعني هذا ممكن توصيه واحد انه انت وعم تسبح انت وعم انت وعم بتغسل شعرك تكون في تعليمات بعد 5 ايام، تكون لطيف الشامبو اللي تستعمله، اذا صار التهاب تراجعنا. بس بيخطر على بالي اقول لمريض مثلا لا تروح تلعب كره قدم، ما راح يخطر على بالي يعني صح. مو معقول كل واحد اقعد فكر شو ممكن هو يكون صحيح. اخرق يعني. بس بالمقابل نحن كثير حريصين منشان نقدر نحصل على نتائج زرع منيحه انه خلي زيارات المرضى متكرره لعندي، يعني كل شهر بخلال 6 اشهر الاولى لازم يزورني المريض، وبساوي له جلسه بي ار بي قبل الزرع وجلسه بي ار بي بعد شهر من الزرع حتى نضمن النجاح. عم نشوف نتائج بصراحه احسن وصارت حتى ريكومندد يعني بكل دول العالم المتطوره، صار يعني لازم تشرح للمريض عن اهميه البي ار بي وفائدته قبل الزرع، وهذا كله يكون من شان سؤال يعني عبد الله، هذا كله انكلودد بالزرع. وجبه غدا انت قلت وجبه غدا اذا بتحب تجي تزرع. احنا تطرقنا لموضوع زراعه الشعر اللي تاخذ انت من اساس الشعر الموجود ورا، بس بشكل سريع بهالدقيقتين اللي باقيت لنا، الشخص اللي يعاني من صلع كامل تام هذا شنو؟ هذا يلي بيكون آليات عنده التعامل صلع تام، يعني قصدك حتى المنطقه الخلف ما في حدا ما عنده المنطقه الخلفيه، لا صلع هذا هذا بيكون في شيء اسمه الوبيشيا، هذا اللي بيكون تعلب الأخذ كامل فروة الرأس. هدول الخيارات العلاج صعبة بالنسبة لهم، ممكن التطور الجديد اللي بده يصير ممكن أنه يصير في ناخد شعرة من الجسم ويكاثروها ويرجعوا يزرعوها بكامل الرأس. دكتور آخر سؤال انتهى عندنا الوقت، في حال الشخص عنده الجهة الخلفية بها شعر والأمامية كلها ما بها شعر، ايش قد يكلف هذا الموضوع؟ هلا اذا احتاج جلستين في عندك حدا يعني دمع. اي عندي ايش قد؟ هلا عادة وسطيا نحن عم نحكي عن 1600 دولار جلسة زرع مع الجلستين بي ار بي وسطيا بسبب الظروف الموجودة، ايام زمان كانت اعلى الاسعار بس بس هلا بسبب المنافسة من الدول الجوار وبسبب الاوضاع الاقتصادية فاضطرت كل المراكز انه يعني تنزل. لو هي اذا موجودة هنا يعني افضل اكيد كثير، في متابعة تماماً في سبيل انه تزرع تماماً. والشيء الثاني يعني بصراحة عم يسافروا عم يتورطوا بمواضيع تجارية بحتة وابتزاز للمريض، حتى المريض لما عم يصير عنده التهاب بيتصل بطبيبه ما بيجاوبه يعني طبعاً، وكتار المرضى يعني تماماً الطيارة وهالتكاليف هذه تماماً. وشيء ثاني نحن بنزرعه كمان اللحية الشاربين الحواجب للنساء، السيدات كتير كتير بيطلبوا منا الندبات الجراحية، ممكن يكون في منطقة فيها ندبة جراحية نزرعها شعر وتختفي الندبة. جميل متعددة. حلو دكتور حلو. يعني تحياتنا لك، ممكن الموضوع يعني جداً كبير وما يخلص بحلقة، إن شاء الله إن لقاءات أخرى ان شاء الله. تحياتنا لك ومنوني لك ونورتنا. تسلم، شكرا كثير لك، ووجبه الغداء لك بنشيلها من كل مريض. شكرا شكرا لك دكتور شادي، كنت منورنا، شكرا لهالمعلومات الجميله اللي عرفناها من حضرتك. تسلم.